ألوان بلا حدود وريشة أتقنت الفن والإبداع، وأفكار ترجمت بأروع اللوحات. الفنان لؤي آدم ترك بصمته في عالم الفن التشكيلي من خلال معرضه في السلمية بريف حماة، الذي ضم أعمالا مختلفة ولوحات تصور الواقع بمختلف جوانبه. بهالمعرض هذا بيضم 33 لوحة، تتوزع اللوحات مواضيعها ما بين الاهتمام بالناحية النفسية والناحية الصحية ونواحي اجتماعية متعددة. دائما اللوحة مرتبطة بالفكرة عندي أنا، واللون إلي تقنية خاصة فيه اللي هي تفكيك اللونة. اللوحات كلها زيتية. المعرض غني بتفاصيله، يحمل مجموعة من القيم الفنية والجمالية والفكرية أيضا. والفنان نلاحظ ضمن هذا التنوع قدم رسالة لمجتمعه شاملة من خلال تصويره مثلا الأفكار الرؤى. لوحات شاملة ومنوعة وصور دقيقة جدا، توحي بعمق فكر الفنان. هدف المعرض انه من ناحية اللي شفته انا في الوان زاهية وبيعبر، انه كل لوحة في لها تعبير خاص ونابع من داخل الاستاذ لؤي. لوحات فنية اعطاها الفنان لؤي رونق والحياة لتشكل عالمه الخاص الذي ينبض بالحب والحياة. للاخبارية السورية محي الدين.